لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخ يسأل عن حقوق الوالدين وعن الحقوق المترتبة على كل منهما، فإن الله جل وعلا أوجب على الأبناء صلة الآباء، وفي نفس الوقت أوجب حقوقا على الآباء كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا نص صريح أن على الآباء حقوقا تجاه أبنائهم يجب عليهم أداؤها، ولأنه من والد يستولي الله على رعية فيموت وغاش ذو رعية إلا حرم الله على الجنة، الحديث الصحيحين. والأب راع على رعيته، إذا هيأ لهم الجو الفاسد وأوجد في البيت من المنكرات والمحرمات والدشوش وما يتعلق بذلك، يعتبر هذا الرجل غاشا لرعيته. وفي نفس الوقت حين يكون الأب غاشا لرعيته، كيف يرجو من أبنائه برا وصلة ورحمة وعطفا وحنانا وما يتعلق بذلك؟ وفي نفس الوقت هذا لا يعني أن الأبناء حين يعقهم الآباء يمتنعون عن صلتهم وعن التواصل معهم وعن برهم وعن الإحسان إليهم، لأن الله جل وعلا أوجب على الأبناء البر بالآباء وإن كان الآباء غير مسلمين، ما لم يأمر بمعصية الله فمن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. وقد قارن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه في مواضع متعددة من كتاب الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقضى ربك أي أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو أضعه. أدلة في هذا كثيرة، والأمور المترتبة على ذلك أيضا أشياء مهمة، فيجب على كل شخص أن يحسن إلى الوالدين ويتقرب إلى الله جل وعلا بالبر بوالديه، لأن الله جل وعلا قال: تقول لهما أف، أدنى مراتب الإنكار، وليس معنى هذا التجاوب معهما فيما يغضب الله جل وعلا حاجة، كلا، فلا نفرط ولا نفرط. فيجب طاعة الوالدين في طاعة الله، وحين يأمر الوالد ابنه بمعصية وبترك واجب وفعل حرام فإنه يطيع والده، ولكن في نفس الوقت يتلطف له بالعبارة وبالمقال، كما كان إبراهيم يتلطف لوالده وكان مشركا، وكان يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فكان يتلطف له بالعبارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بقية الأنبياء يفعلون مع آبائهم وأمهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يزور قبره أم فإذا يسأل ربه يستغفر لها فلم يؤذن، لا خبر في صحيح الإمام مسلم. فهذا دليل على عظم حق الوالدين وعلى وجوب طاعتهما وعلى وجوب تقديم حقهما على حق الزوجة وعلى حق الأولاد وعلى حق الأصدقاء، وحين تتزاحم الحقوق فلا يقدم شيء على حق الوالدين، ولأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لما فرغ الله جل وعلا من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام القاء العائد بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت يا ربي. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والحكايات والمنقول على أمة السلف في برهم بأبائهم شيء كثير جدا، فما كان الواحد منهم يتخلف عن البر بوالديه مهما كان وضع والديه من المحرمات ومنكرات ومتعلق بذلك. فهذا أبو هريرة كان يسكن مع والدته وكانت مشركة ولم تكن
مسلمة وكان يلح عليها بالدعوة فتمتنع. والحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، إلى أن ذهب ذات مرة فطلب من نفسه أن يدعو الله لها، فدعا الله لها، فلما رجع إلى بيته وذا قد أغلقت الباب تغتسل، ثم شاهدة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان يبعث يصنع مع كل شيء في دعوتها وتوجيهها وما يتعلق بذلك، لأن أحق الناس ببرك هما ولداك، إذا وجد منهما محرم أو منكر غير ذلك تستعمل الأساليب الدالة على أو المؤثرة في نفوسهما والمؤدية إلى دعوتهما وهدايتهما، إن استجابت استجابة فبها ونعمت، لم يحصل منهما استجابة فلا تنقطع عن برهما والإحسان إليهما وصلتهما وتؤدي حق الله جل وعلا الذي لهما، صلى الله جل وعلا يرزقنا البر بالأباء.